في الحلقة دي عملت ريميكس لأغنية كأس العالم. أي حبابكم كده جوا الخرطوم، حتى ملانة ناس بالكوم، ناس سهرانة ما في نوم، دقة سخانة ما تشي يوم. ما كده وبس، عملت الأغنية بلحن تاني. أسطورة في الكورة، الناس دي واقفة مبهورة، المخرج ركز الصورة عالبت السمحة أمورة. لقد أتعبت شاكيرا من بعد، لا دقيقة شاكيرا ما لها دخل. لقد أتعبت برونو مارس من بعدك، لقد أتعبت رونالدينو في ملعبه من بعدك. الحاجة الثالثة في الفيديو ده هنعمل تقييم لأغاني كأس العالم. أعمل لايك الفيديو حيعجبك أنا متأكد. لو ما مشترك في القناة اشترك. Let's get it baby. المونديال سونج. اوكي هي لانها كاس عالم المفروض تكون حماسيه واي حاجه، لكن انا عموما ما بحب الاغاني اللي بتكون سريعه. الجو بتاع بوستريم ما بحبه انا. فممكن اقيم الاغنيه 3 من 10. لا 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 شاكيرا. وليه في مشاهد ما الأمة داعي في الفيديوهات بتاعت أغاني كأس العالم؟ يعني إحنا جايين نلعب كورة، أنا ما فاهم الهدف شنو. يعني أنت حتغريني بالمشاهد دي؟ الكورة أصلاً أنا بجي بحضر كورة عشان الكورة، ما عشان أنت حتخطي المشاهد دي، ما في أي علاقة. بدي 6 من 10 الأغنية دي. في أغنية من 1994، أوه دي لازم دي لازم. Glory Land. What the hell ليش جايبين هنا الحرية؟ أوكي كان كأس العالم في أمريكا. بديها 0.5 من 10. الأغنية تحس إنها نشيد وطني على تهويدة بتاعت كنيسة ماث. دي لو شغلها لهم في الملعب بنومه. أونيستيت إيطاليانا. ما أعرف كيف أقيم، حاسس إني حظلم الأغاني دي لأنه في أنواع من الموسيقى أنا ما بفضلها. أوكي أنا حخلي الموضوع شخصي، الأغنية دي ما عجبتني 3 من 10. Colors by Jason Derulo. التقييم بتاعي 8، الأغنية ظابطة. We are the champions 1977. بالله كأس العالم ده قديم كده. الأغنية ظابطة مع إن 1977، اللحن ظابط، الكونسيبت ظابط، الفيديو ما حقيمه أكيد، ما أعرف مصورين إنه بيت شنطة لكن الأغنية ظابطة 8 من 10. دقيقة أنا سمعت اللحن ده قبل كده. اللحن نفسه أنا ما أعرفه ده كان شنو، شو ده هي ولا أغنية، المهم اللحن مسروق. انت لو عايز تعمل اغنيه، عايز تعمل دعايه، عايز زول يعمل لك الاغنيه والدعايه دي، ما تجيب واحد بس لانه مشهور يؤدي لك الحاجه دي، جيب الشخص المناسب للحاجه في المكان المناسب. يا الله انا ما تركب مكنه ما مكنتك بالسوداني كده، ما تركب مكنه ما مكنتك. انت لو كامري ركب مكنه كامري، انت لو كوريلا ركب مكنه كوريلا. ما ممكن انت تكون كوريلا وتركب مكنه لامبورجيني، لانه العربيه كده ما حدش انا لما اتضايق ما بعرف اشرح. لا كوبا ديل فيدا. ثمانية ونص من عشرة. قفل يا حبيبي. يلا هسه وصلنا عن ويفينج فلاج. بارز. قبل ما تبدأ الأغنية دوب بس عمل بالجيتار كده بارز. يا جماعة مش التقييم ده شخصي، أنا حدي رأيي الشخصي. دي الأغنية رقم 1 في الليستة، ما إلى الآن ما في أي أغنية فاتت، أنا حديها 10 عشان حتى لو في أغنية تانية أخذت 10 دي تكون أخذت 10 قبلية. وربي بارز.
او ماي جاد حركت فيني هنا الماء. قلت 12 سنه او ماي جاد انا والله كبير شديد. اوكي انا حقيم احسن 3 اغاني بتاعت كاس العالم. في المركز الاول ويفينج فلاج، في المركز الثاني وي ار ذا شامبيونز، في المركز الثالث لا كوبا دي لا فيدا. بكده نكون خلصنا تقييمنا بتاع الاغاني. حنسمعكم جزء من الاغنيه اللي عملتها انا. حتلقوا الاغنيه كامله في حسابي على الانستغرام، انزلوا تابعوني في حسابي على الانستغرام. اي حبابكم كده جوا الخرطوم، حته ملانه ناسب الكون، ناس سهرانه ما في نوم، دقه سخانه ما شي يوم. حنفتح البطوله بتربس ولا خصام لين بتندس، لو ما خسرنا نرفع الكاس، لو ما فزنا نجازف الفه، تسعه طويله ما بيدنا حيله، واي بطوله جايه بنشيله، واي عموله جاري تحصيله، خزينه الدوله تصبح ثقيله. وبرضو عملت نفس الاغنيه لكن بلحن مختلف، لحن بتاع راب اكتر من انه اللحن بتاع ما اعرف اللحن الاصلي بتاع داك شنو. تسعة طويلة ما بيدنا حيلة، واي بطولة جاية بنشيلة، واي عمولة جاري تحصيلة، خزينة الدولة تصبح تكيلة، اسطورة في الكورة، الناس دي واقفة مبهورة، المخرج ركز الصورة عالبنت السمحة امورة، وسمحة قوية بس تقول دانا، واهلا زاد مسمينا دانا، ولما بتضحك تضحك سمعنا، واخ يا ريتا كانت عرفانا، سمحة قوية بس تقول دانا، واهلا زاد مسمينا دانا، ولما بتضحك تضحك سمعنا، واخ يا ريتا كانت عرفانا. لو ما مشترك في القناة اشترك. Peace a lot. Flag, so wave your flag.